المدرسة وحشتنا جدا، هل المباني هي اللي وحشتنا؟ لا، ده ما حصلش، أصحابنا والمدرسين هم اللي وحشونا. ده اسمه المجاز المرسل، وأنا محمود سعيد، وده الفيديو التعليمي الخاص بمدرسة دريم. المجاز المرسل، أنا لما أجي أتكلم عن المجاز المرسل هكون عاوز أعرف 3 حاجات. إيه هما؟ 1، إيه هو المجاز المرسل؟ 2، إيه سر جمال المجاز المرسل؟ 3، إيه علاقات المجاز المرسل؟ إيه هو المجاز المرسل؟ هو كلمة ليها معنى أصلي، معنى حقيقي، لكنها أنا مش هستخدم المعنى الأصلي ده، ولا هستخدم المعنى الحقيقي ده، أنا هستخدم معنى تاني، معنى خيالي. زي ما قلنا المدرسة وحشتنا، المعنى الأصلي هو المبنى والملاعب. أنا مقصودش المبنى والملاعب، لكن أنا أقصد الطلاب والمدرسين. يبقى هنا في معنى أصلي، مبنى وملاعب، ده معنى غير مقصود، والمعنى الثاني اللي مقصود هو الطلاب والمدرسين. يبقى إيه هو المجاز المرسل؟ كلمة لها معنى أصلي حقيقي، لكنها هتستعمل في معنى آخر غير حقيقي، معنى خيالي. طيب ايه سر جمال المجاز المرسل؟ عندي اجابة ثابتة للجزئية دي. اول ما يسألني في الامتحان عن سر جمال المجاز المرسل هقول له الايجاز والدقة في اختيار العلاقة. دي اجابة ثابتة. اول ما تسأل عن سر جمال المجاز المرسل هقول الايجاز والدقة في اختيار العلاقة. تاني، سر جمال المجاز المرسل الايجاز والدقة في اختيار العلاقة. طيب ايه هي علاقات المجاز المرسل؟ علاقات المجاز المرسل كتيرة، عندي منها في كتاب المدرسة 8 اللي قدامنا دول، وممكن اتسأل في حاجة ثانية هنحل مع بعض في التدريبات. هنبدأ بالجزئية 2، الكلية 3، المحلية، محل يعني مكان، 4، الحالية، الشخص اللي قاعد في المكان أو الشيء اللي موجود في المكان ده، 5، السببية، سبب، 6، المسببية، نتيجة، 7، اعتبار ما كان، 8، اعتبار ما سيكون. طيب نبدأ بالأمثلة على العلاقات. زي ما قلنا أنا عندي 8 علاقات هنحل عليهم، أو 8 علاقات. النطق الصحيح للكلمة هو علاقة بفتح العين. العلاقة الجزئية قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، المعنى الأصلي لكلمة رقبة هو الجزء من الشخص، والمعنى الثاني أو المعنى الغير حقيقي أو المعنى الخيالي إن هو تحرير شخص مؤمن. يبقى يعبر بالجزء اللي هو الرقبة ويقصد الكل اللي هو الشخص. يبقى ده مجاز مرسل علاقته الجزئية. ليه علاقته الجزئية؟ عشان الكلمة اللي معايا في الجملة هي الجزء، يبقى أنا بحدد نوع العلاقة حسب الكلمة اللي معايا في السؤال. مجاز مرسل علاقته الجزئية، وسر جماله الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة. العلاقة الثانية هي الكلية. علاقة مجاز مرسل علاقته الكلية، زي شربت ماء زمزم. هل أنا شربت مية زمزم كلها؟ لا، أنا شربت جزء من مية زمزم، فهنا ذكر الكل وأراد جزءا منه. زي ما واحد تاني يقول أنا شربت مية النيل كلها، أو شربت ماء النيل. هل أنت شربت مية النيل كلها؟ لا، شربت جزء من مية النيل. يبقى هنا العلاقة كلية لأنك ذكرت في الجملة الكل. المثال اللي بعده العلاقة المحلية. هنا بنقول المكان، زي قوله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها. هل أبو سيدنا يوسف هيسأل القرية ولا هيسأل أهل القرية؟ لا، السؤال هيكون لأهل القرية، فهنا ذكر المكان وأراد الأشخاص الذين يعيشون في المكان. زي ما المثال اللي بدأنا بيه الفيديو بتاعنا المدرسة وحشتنا جدا، هنا ذكر المكان ولكنه يقصد الأشخاص اللي موجودين في المكان. مثال تاني، قرر مجلس الوزراء تعليق الدراسة. هل
مجلس الوزراء كمكان هو اللي أصدر القرار ده ولا الأشخاص برئيس مجلس الوزراء؟ لا، هنا الأشخاص هم اللي أصدرهم القرار. 3، نجحت المدرسة كلها، يا رب بالتوفيق يا رب ليكم كلكم النجاح يا رب، نجحت المدرسة كلها. هنا ذكر المكان اللي هو المدرسة، ولكن هو يقصد الأشخاص، طلابنا حبايبنا هم اللي هينجحوا بالتوفيق يا رب إن شاء الله. اللي بعده العلاقة الحالية، وقلنا الحالية يعني الشخص الذي يحل في هذا المكان أو الحالة اللي موجودة في المكان ده. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. هل الأبرار الذين يعملون الصالحات قاعدين في نعيم ولا قاعدين في الجنة؟ لا، هم قاعدين في الجنة، ولكنه ذكر حالتهم أنهم في نعيم، والنعيم يكون في الجنة. فهنا ذكر الحال وهو يقصد المكان اللي هو الجنة. 2، وهو يقصد الجنة. 2، نزلت بالقوم فأكرموني. نزلت بالقوم فأكرموني. هل أنا لما هننزل ضيف هكون عايش في القوم ولا في المكان؟ أنا نزلت عشت في اسكندرية مثلا. لا، أنا هنا بقول نزلت بالقوم، ولكن أقصد نزلت في المكان اللي القوم دول موجودين فيه. المثال الثالث، قال تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في رحمة الله هم فيها خالدون، وطبعا المقصود المكان اللي هو الجنة. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، الجنة بيكون فيها رحمة ربنا تبارك وتعالى. فذكر الحالة اللي بيكون عليها الناس ان هم بيكونوا في الرحمة، وهو يقصد انهم الذين ابيضت وجوههم هيكونوا موجودين في جنة الله هم فيها خالدون. العلاقة السببية، ان انا اذكر السبب واكون قصدي النتيجة، زي اكلت الماشية المطر. هل الحيوانات هتاكل المطر؟ لا، المطر هو سبب نمو النباتات التي تاكلها الماشيه. 2، للوالدين يد علينا. هل معنى يد علينا دي يعني بيضربونا؟ لا، هنا يقصد بيها اليد هي سبب للافضال التي يقدمها الوالدين لنا. العلاقه اللي عكس علاقه السببيه النتيجه بقى، المسببيه او النتيجه. قال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. هل السماء بتنزل اكل؟ يعني بينزل علينا من السماء الاكل؟ لا، ده بينزل ميه، مطر، والمطر هو سبب لنمو النباتات التي هي رزق. فيبقى ده مجاز مرسل، علاقته المسببيه، وسر جماله الايجاز والدقه في اختيار العلاقه. اعتبار ما كان، يعني كان في الماضي ايه ودلوقتي في الحاضر ايه. قال تعالى وآتوا اليتامى اموالهم. هم في الماضي كانوا يتامى، مات عنهم اهلهم وهم صغار، ولكنهم دلوقتي في الحاضر اصبحوا بالغين، وصلوا لسن الرشد، واصبحوا مستحقين لان يحصلوا على اموالهم. وآتوا اليتامى اموالهم، ادوا اللي كانوا يتامى ادوهم اموالهم دلوقتي. المثال الثاني، يلبس المصريون القطن. يلبس المصريون القطن. هل احنا هنلبس نبات، هنلبس النبات ولا هنلبس المصنوعات من القطن، ملابس مصنوعة من القطن؟ يبقى كلمة القطن هنا خيال، ففي الحقيقة كلمة القطن خيال، وفي الحقيقة يلبس المصريون الملابس ويأكلون القمح. لا، يأكلون الخبز المصنوع من القمح، اللي هو في الماضي كان قمحا وفي الحاضر أصبح قطنا. المثال اللي بعده، شربت البن. هو أنا شربت البن ولا شربت القهوة اللي كانت نبات البن؟ شربت الشاي. هل أنا شربت النبات ولا شربت الشاي بعد ما اتغلى واتعمل في ميه وي وي وي؟ يبقى كده شربت الشاي، ده كان نبات شاي وأصبح مشروبا. وزيها شربت البرتقال، كان نبات البرتقال وأصبح عصيرا. آخر علاقة هي
علاقة اعتبار ما سيكون. قال تعالى: إني أراني أعصر خمرا. هنا الشخص اللي كان مع سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. فالخمر، لا ده كان عنب، والعنب ها يتعصر ويتحول بعد مدة إلى خمر. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل لما نزلت الآيات على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ميت؟ لا، نزلت عليه الآيات وهو حي. وإنهم ميتون، يبقى ده اعتبار ما سيكون في المستقبل، يا محمد هتموت. قول الأب لابنه الصغير: يا دكتور، ابنه صغير لسه ولا دخل كلية ولا خلص ثانوية، ويقول له يا دكتور. هنا اعتبار ما سيكون، الأب بيستبشر بيتمنى إن في المستقبل ابنه يبقى دكتور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.